ليوصلنا لمساحتنا الأخيرة من مساحات صباحنا غير، ورح نكون فيها مع الأعمال اليدوية بشكل خاص. رح نكون مع عالم صناعة الدمى، هذا العالم يلي كتير فيه لمسات إبداعية وفنية، وأكيد لما خصوصا لما يكون بلمسات أنثوية. أكيد لنحكي أكثر عن عالم صناعة الدمى القماشية معنا الحرفية منى مدنية. يسعد صباحك. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك منى. صباح. بالبداية خلينا نتعرف عن صناعة الدمى المتحركة. يمكن من زمان صرنا ما عملنا دمى، ما شفنا دمى متحركة بالسوق. صار في شيء تكنولوجيا يمكن غطت على كل هدول القصص. خلينا نحكي عن مشروعك، ايمت بلشتي، ايمت الفكرة هيك قلتي انه رح نفذها على ارض الواقع؟ هلا هي الدمى هي يعني حرفة قديمة من أوكي. أيام أجدادنا أول ما وعينا أنه كانت لازم الجدة أنه تصنع الدمية للطفل، ومع مرور الأيام طورت، صارت تغيرت يعني عن قبل من طريق صناعتها، حشوتها، تصميم فساتينا. قديش اليوم عم تحسي الدمى القماشية هيك بعدها إلى مكانتها بظل الألعاب يعني الإلكترونية اللي عم بتكون، أو حتى البلاستيكية مثل الباربي وغيرها؟ أكيد هلأ هي الأطفال دائما بتحبها. بعدين هي إنه ما بتأذي مثل البلاستيك مثلا، ممكن الولد يأذي حاله فيها، وفيها هيك جمالية يعني نحن قد ما كبر الواحد بيضل عنده بداخله حب هاي الدمية، هاي اللعبة. حتى الصبايا يعني مو بس الصغار إنه ممكن تحبها. منى خلينا نحكي عن مشروعك، امتى بلشتي فيه؟ هلا مشروعي انا من 5 سنين تقريبا بلشت، وهو عن طريق صدفه يعني. هلا انا كنت دائما افكر اني انا بدي اعمل مشروع، بدي اعمل شغل، بس ما تخطر لي الفكره اللي تناسبني يعني. فبالصدفه كنت انا وحفيدي بالسوق، فشاف لعبه حبها كثير، فطلعت عليها انه حلوه هي، بس كمان سعرها كان كثير غالي. فقلت له لحفيدي انا بساوي لك مثلها. جينا على البيت وبالفعل فصلتها وساويتها وطلعت نفسها تمام. عرضتها على صفحتي على النت، فاجتني كثير تعليقات ايجابيه وكثير حلوه، وفي كثير عالم يعني من الاشخاص اصدقائي انه تساوي لنا مثلها باجارها. فمن هون انا هي الفكره كثير لمعت عندي وحبيت اني ابدا وبدأت، وصارت انه صار مشروع لإلي. نعتبر الصدفة اللي هي الصدفة، بس هي بالأصل إنه في حب يعني. أنا بحب الألعاب وبحب. تمام منى، خلينا نشوف شيء على الهواء هيك نعلم الصبايا. لا خلينا نشتغل شيء على الهواء. هلا أنت جايبة معك كرتوني. هلا هو أول شيء نبدأ بدمية بدنا نعمل بترون. يعني حسب إنه أنت كيف بدك إياها، كبيرة صغيرة. تمام. هلا الحجم. أوكي. رجلين والإيدين. أوكي. وبعدين المرحلة الثانية شو بتكون؟ المرحلة الثانية التفصيل، مثلا القماش دائما بده يكون قريب من لون البشرة. اوكي. عشان انه هيدا تبين انها طبيعية، وبده يكون انه فيه مطاط. وما بده يكون محشي؟ يعني ما عندك شيء محشي؟ اوكي. بس ما جبت معي. شو المشكلة؟ شو المواد اللي تستخدميها بصناعة الدمى القماشية؟ هلا المواد دائما هي هذا الأساس. هيك بس خلينا مشان يبين على الكاميرا نزح هيك. كيف بدنا ناخذها؟ ايه تمام هيك. فيني ساعدك؟ هلا انت بمرحلة القص رح تكوني؟ ايه. هلا بس نحن البترون بنحطه وبنرسم. نرفع لك اياها هيك بتبين. هلا لانه ما كثير مبينه فرح نقول للمشاهدين نحن عم نرسم على الورق، هي على القماش المطاط. ثبتت القماشة ورسمت منفصله وبتتخيط وبتنحشى بماده اللي موجود بالبيت، اما القطن اما الديكروم، يعني حسب اللي موجود بالبيت. تمام. هلا بتصير عمليه القص على هذا الجزء اللي تمام. انت بتنقص القماشه على القد ولا لا اكثر بتكون؟ ايه بده يكون سنتي بعد الرسم مشان الخياطه. تمام.
كيف بينوصلوا الايدين؟ هلا بعد ما يتخيطوا وينحشوا بدهم يطلعوا بهي الطريقه. وكيف بتوصل الايدين والرجلين يتحركوا؟ هلا بزر اوكي مع التثبيت، هذا الزر بيساعد على حركه المفصل. اوكي. وبعد خياطتها بدنا نصمم لها ثياب لها. هن اكيد كمان هون فينا نضوي على نقطه، هي اعاده تدوير. اي شيء يمكن قطعه ثياب عندك اياها قديمه، اي تمام، زغرت على الاحفاد، نحن فينا نستفيد منها. ممكن نرجع نعمل اعاده تدوير ونلبسها. يعني هي بتصير مثل عمليه تجميع لكل قطعه. تمام. بعد ما قصيتي القماشه حشيتيها بالقطن او الموجود، الديكروم او القطن. طبعا بده يكون في ماكينه او ممكن بالابره بالخيط اللي ما عنده ماكينه انه يقدر يصنع. منى، يعني اليوم بالوضع يلي عم نعيشه، الوضع الاقتصادي، في يمكن صعوبه عند كل الناس، فقديش اليوم مهم انه نحن نلاقي مشروع نعيل فيه اسرنا، نحاول نحن ايضا يعني نامن مصروف شوي، المصروف صار صعب هالايام. تمام. قديش مهم لكل سيده عندها فكره ان هي تنفذ فكرة، وصار عندنا الانترنت بين ايدينا، فينا نسوق على الانترنت، فينا نوصل لوين ما كان. تمام. هي لازم مفروض يعني كل سيده تحاول انه تدور على الشيء اللي هي تحبه وتبدع فيه حتى يطلع معاها. تمام. حتى تزيد دخل بيتها وتساعد، يعني بتساعد زوجها حتى هي نفسيا بتفرغ شوي الفراغ. هلا هي الخياطه او اي شيء تساوي انت بتريح نفسيا حتى. طيب كمان منى هون عامله نموذج ثاني. ايه كمان عملنا كمان انه شنتاي للبنات بطريقه انه يحبوها. كمان حاطه عليها لعبه. كمان وفي يعني مختلفين الالعاب، كل وحده بتختلف عن الثانيه. طيب قديش بتاخذ معك وقت تقريبا؟ هلا حسب كل لعبه إلى وقت، بس يعني نهار بساوي فيه. وايضا عندنا نماذج ثانيه اكيد مثل ما عم نتابع على الكاميرا يا منى، يعني يلا خلصناها. قلت لي لبستها بالبيت. انت مضيقتي لها اللبس كثير لك منى. يعني بكثير قصص بسيطه نحن فينا نعمل اكيد مشروع كثير مهم انه نحن نساعد في ازواجنا، نساعد عائلاتنا، حتى نفرغ نحن يعني الضغط يلي عم نعيشه. كثير في قصص انه نحن فينا نسوقها عبر الانترنت. تمام. في كثير ناس اكيد بتشجع على هذا المشروع، ونحن اكيد من الاشخاص والاعلام يمكن بالدرجه الاولى يلي دائما جاهز لتحفيز وتشجيع السيدات السوريات. منى كثير بدنا نتشكرك. انا بتشكركم، بتشكر حضوري معكم. ونحن يعني صار التسويق تبعنا تبع انتاجنا اكثر عن طريق البازارات، المعارض، لقاءات، عن طريق الانترنت. شو اسمها صفحتك على الفيسبوك مشان كل حدا حابب يوصيكي؟ منى للدمى القماشيه. اوكي. حضرت كثير معارض مع المسؤول الثقافي لجمعيات الحرفية رنا بقاري. أوكي. كتير ساعدتني بموضوعي. وقريب من فترة كمان حضرنا معرض سيدات مبدعات الحجاز. تماما. عم تعلمي حدا كان لنا الشرف انه كانت ضيفتنا السيدة الاولى اسماء الاسد وشافت شغلنا، كتير شجعتنا انه نستمر اكتر واكتر. اكيد عم تعلمي هلأ حدا منى. هلأ انا بتمنى اني اعلم سيدات وعلم بنات يتعلموا عشان تضل هي الحرفة مستمرة ما تنتسى. عن جد تماما. يعني وهلا كثير مهم انه اعادة تدوير، ما لازم نجيب اعادة تدوير. تمام. هلأ نستغلها. هي القطعة، هي انا عندي جاكيت قديم رجعت ساويتها ودورتها، وهي طاقية ابني رجعت دورتها وساويتها. يعني عم نشوف كثير شغلات مهضومه وحلوه بتواكب موضه وعقل الاولاد بهذا الشيء. تماما. واضافه اني بعمل شخصيات كرتونيه، يعني اي شخصيه انه ممكن اشوفها اعملها. نعم. اي حدا بيقدر بيجيب لك موديل بتقدر بتطبقي له. اي نعم. منى نحن كثير بدنا نتشكرك. انا بتشكرك كثير لك، وموفقه يا رب بكل خطواتك، وان شاء الله بنشوفك محققه حلمك يا رب. انا بتشكركم كمان، بتشكر الاستضافه. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكي.